نقول أن لبس القرفطان أو الأرفطان هو موروث جزائري وجب الحفاظ عليه لأنه يعكس الهوية والحضارة التلمسانية والجزائرية عامة. عبد الصمد صانع محتوى في الجانب التاريخي وكذلك مرشد سياحي هنا بمدينة تلمسان. القرفطان أو الأرفطان كما يعرف في تلمسان كان لباسا قديما مخصصا للرجال فقط، وكان يتميز بطوله وبقماشه الذي يكون من نوع الرقيق، وكان منتشرا في عدة حواضر في العالم الإسلامي، ولعل شرع في بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد الأناضول، ومن هناك ذهب إلى بلاد الأندلس، ويقال أنه من الأندلس جاء إلى المغرب الإسلامي وبالتحديد للمغرب الأوسط وإلى تلمسان، قاعدة المغرب الأوسط كما سماها المؤرخون الإسلاميون. ومع بداية القرن 13 أصبحت تلمسان عاصمة الزيانيين ولمدة 3 قرون، وفي هذه الفترة أجريت العديد من التغييرات على الأرفطان وأصبح أقصر، وأصلا هذا هو معنى كلمة أرفط بالتلمسانية ومعناها يصبح أقصر، وأصبح لباسا مخصصا للنساء، وكانت الأميرات الزيانيات والملكات هن أول من لبسنا هذا اللباس. ومع مرور الزمن بعدها في الفترة العثمانية وفي فترة الاستعمار وبعد الاستقلال أصبح لباسا لكل نساء تلمسان. عن مكونات الأرفطان فهي عديدة. أولا فنجد أن لبس القاط أو الآط في اللهجة التلمسانية هو يكون من قماش نوع القطيفة، وعلى مستوى الرأس فهي تضع الشاشية التلمسانية وهي شاشية زيانية تلمسانية خاصة، ويكون تحت لباس القاط أو الأرفطان تكون بلوزة من نوع قماش المنسوج أو الزعيم أو عدة أنواع من القماش، ويزين كل هذا المجوهرات، وتكون مثلا على مستوى الرأس نجد الزروف، ونجد أنواع أخرى مثلا المسكية، فشبو لحية، اللويز، والعديد من المجوهرات الأخرى، ولا ننسى كذلك الحزام والفضة. ختاما نقول أن لبس القرفطان أو الأرفطان هو موروث جزائري وجب الحفاظ عليه لأنه يعكس الهوية والحضارة التلمسانية والجزائرية عامة.